المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم، نتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده يا ربي، وعواشركم مبروك وتقول عليكم في الصحه السلامه وطول العمر وبشي رزيق. وهاد النهار راني غادي اخوتي عند المولى ديالي، وغادي عند سعاد، راه عندها نعزي راجل اختي، راجل سعاد راه ماتلو الوالد ديال اخوتي، الله يجعل ربي يرحمه ويوسع عليه في هاد النهار، رحم اللي عنده شي ميت الله يرحمه ويجلل عليه الرحمه ويرحم والدينا ووالديكم الجميع. وهاد النهار اخوتي نديكم معايا عند الوالده ديالي، وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وشكرا على المشاهده ديالكم، شكرا على الكومنتات الزوينين بحالكم، شكرا لكم بزاف اخوتي. وكلمه السي طايفه اللي هضر معاكم. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، تبارك الله المغرب الحباب، تحيه لكم بزاف، عواشركم مبروكه، كل عام وانتم بألف خير، انتم وليداتكم، باش ما كتمناو للشعب الجزائري خوتنا عواشرهم مبروكه، تما هما وليداتهم كل الاهل ديالهم، والشعب العربيه كامله خوتنا في السعوديه في جميع الدول العربيه كامله، عواشركم مبروكه. نتمنى هاد الشعب ان شاء الله ورمضان يدخل علينا وعليكم بالخير ان شاء الله والبركه. اليوم غادي مع الزوجه ديالي ان شاء الله، غنمشيو نعزيو بنت خالتي في الاب ديال الزوج ديالها ان شاء الله، ديال السي مصطفى الله يوليه برحمه الله، والله يرحم اموات المسلمين جميعا، تعزيه الحاره لكل العائله ديالهم الصغيره والكبيره، ونتمنوا الرحمه لكل المسلم والمسلمه في هذا الشهر العظيم، وبدعواتكم مع هذا الرجل المسكين بالرحمه ان شاء الله يوسع عليه رب العالمين. وغادي نمشيو نعزيو رجل اختي سعاد وندوزو عند الوالده نتعشاو عندها ان شاء الله، ونشاركو معكم كل شيء ان شاء الله، عشانا وكل شيء، واللي غادي نديروه معكم غادي نشاركو مع الاحباب ديالنا، وبقاو معنا ان شاء الله. وإلا خطاكم عليا العزاز الغاليين، وبلا حتى حاجه بلا بكم ما كاين والو خوتي، بالله وبكم ما كاين والو خوتي، واللي فين ما مشيت نديكم معايا، وكنتمناكم غير تقبلوا عليا وتشاهدوني وتعاونوني بالابوني ديالكم بالمشاهده ديالكم، اللهم تعالى يعاونكم في هاد العواشر ويعطيكم الصحيحه، ويجعل ربي يكبر بكم كما كبرين بينا، اللهم تعالى يكبر بكم ويخلي لكم صحيحتكم. وشكرا لكم، وتابعوني ان شاء الله، ويلا هم الشباب ديالي راني وصلت عند المويمه ديالي، ورانا عندي العشاء ان شاء الله يا ربي لك كتب الله، انتم كيما تزيد السلعه عندي الدجاج ديالي، وانا نقرب البسطه والمويمه راه حدايا الله يخليها لي، ديو معاها خوتي ديو معايا شافي يا ربي شافي، راه برات من اليديا خوتي، ودابا عاوتاني راه عندها مراره خوتي، خصها عاوتاني تفتح عليها، جا الرانديفو قلت المره هي الرانديفو جاها بجوج معايا الدار، رانديفو جا هاد المراره وراه ما دارتهاش، ودابا عاوتاني عاد عاودوا لها رانديفو اخر ان شاء الله يا ربي، وراه دير العمليه ان شاء الله، ودعيو لي مع المهمه ديالي، الله يخلي لكم حتى انتم مهماتكم اللي عندها المهمات، الله يخليهم لهم والاباد اللي ما عند ميتين لهم، الله يرحمهم ويجلل عليهم الرحمه ويجعلهم من اهل الجنه. امين. ودابا خوتي تابعوني ان شاء الله، دابا انا نصب المهمه ديالي، عطيهم مهمتي التحيه. كيسولوني السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين لاباس؟ دايرين مع صحيحة، عواشر مبروكة بالصحة والسلامة، نتوما وليداتكم، نتوما خوتكم وحبابكم والجميع كاملين. أمين أمويتي، الله يحفظك أمويتي. إوا اللي دابا نشاركو معكم أخوتي، وكل ما مشيت نديكم معايا، دابا أنا جيت عند المهمة نشوفها، جيت نعزي راجل أختي، وأنا جيت اللي درتها تنتمناكم تشاهدوني وتقبلوا عليا، وراكم مشاهدين اخوتي ومعاونين، الله تعالى يعاونكم في الدنيا وفي الاخير. دابا غندير البصلة اخوتي، وبلا ما نقوي عليكم تكرا هاد البصلة، راه كلشي كيعرف انا هاد البصلة على من عاوتاني نعطر ونشرب معاكم ان شاء الله. دابا ندير سقيه جبير مع الدجاج عندي معطره بهركه غير معلق، هذا دايره كل وحده مع الخبز في الطويست، مع الخبز بزاف مع الخبز ديال الفلفل شوية ملون، الزيت
ومحا خوتي راني معطره الدجاجه تنشوف حسب الذوق نشوف وان شاء الله. شوفوا هو العشاء ديالي طاب الدجاجه طابت ثم مالي الخير. ودابا عندي الجنبان خوتي السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كما قلت لكم اليوم رحنا جينا عند الوالده الله يخليها لنا والله يطول في عمرها، وجينا ان شاء الله نديروا عندها العشاء ديالنا ونتعشاو معها مجموعين. رحنا توحشناها، راه شحال هادي ما شفناها والله. واخا خوتي قرابين ما تنساليش. هاكي دابا خوتي المريم تقدر تشربو تاع نخلط الشلاضه باش نعطيهم يتعشاو تما مالي الخير. كمون السودانيه حرور، زيت العود، بسم الله. دابا نخلط الخصل مع الطيشه، كتشوف الشطه ديال الفلفله مع الطيشه الخصل. خوتي انا درت الشلايضه حطيتها في الطبيصله صافي نشقلو على ديك الوقت اختي دايره سعاد. والشلايضه انا درتها وجدتها وحطيتها طيارة نخلي خويا تيجي يتعشى هكا السي. ودابا انا نحط العشاء بسم الله. عندي حتى ربيت عطا للدراري يبغيوها خوتي. هنا كتش بطاطا ما ياكلوش. مبارك 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 يا قولي زماني ولا زماني ولا مولداري وبنتي لالا مريم وليداتي السلعابي وسعاده ياتي ان شاء الله يا ربي صافا. ايوا نحط على العشاء خوتي وانتم مالي الخير والخمير اللي درنا كنشاركوها معكم الحباب. كنتمناكم تشاهدونا وتوقفوا معنا الله لا يوقف معكم الله لا يجازيكم. وشكرا لكم على الكومنتات ديما، نشوفكم على هذوك الكومنتات الزوينين اللي تخليو المشاهده ديالكم الزوينه. اللهم تعالى يزينكم ايام، الله يحفظكم وانتم وليداتكم، الله يجعل بك مكبرين بيا الله يكبر بيكم. والكلمة الستة يهدر انت مهدر احضار تحمس مهدر غير في البداية زين انا وياك السلام. وكما قلنا لك احنا وصلنا عند الوالدة مسكينة، جينا نشوفوا الوالدة وجينا نعزيو السلسلة عند سيدنا تعزينا الحياة كل عائلة الله يرحمها. ان شاء الله البركة في الباقيين ان شاء الله. والمهم الاجواء ديالنا راه كنوريوها لكم كما كانت الامور، حنا كنوريوها لخوتنا. والوالدة هضرتي شي شويه سيدي هضرات السلام عليكم المشاهدين. عاونوا الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير. الا ما عاونوها غير المشاهدة المشاهدة ديالكم عاونوها الله يجازيكم بخير الله يعاونهم الخير. شي كلمة سطوفو دعي معاهم المهم دعي معاهم دعي معاهم في هذه العواشر صحة والسلامة ووليداتهم وخياتهم والوالدين ديالهم يا ربي الله يرحمهم ويجلل عليهم الرحمن اللي ميتين ويحيي الله يسترهم الله يعاونهم الله يوفقهم صحة والسلامة امين يا ربي. لا ما عاونوا بنيتي لا ما عاونوا يطول يرضي عليها الله يمسحها ويضعها يا ربي. لا ما عاونوها
الله يحفظك اخويا الصطاف، الله يخليك الصحه، وما نطولوش على خوتنا وبسلامه عليهم خوتنا المشاهدين، هذا فيديو اخر ان شاء الله وبسلامه عليكم. السلام عليكم.